صيغة وتحت شعار: إذا استشهدنا فدافعوا عن ذاكرتنا. يصر المنطقة التاريخية بلدية عين التركي، دائرة حمام ريغة، ولاية عين الدفلة، أن تحيي هذه المناسبة بحضور السيد مدير مجاهدين لولاية عين الدفلة، وأيضا ممثل أيضا رئيس دائرة حمام ريغة، وقوى هيئات المجتمع المدني وفئة المجاهدين وأبناء الشهداء والسلطات المحلية كافة. وبدون إطالة عليكم، ومن الثوابت العزيزة والغالية على وطن المليون ونصف المليون شهيد، النشيد الوطني الجزائري. علم أربعة. Thank you.
الدرين. الآن مباشرة وضع باقه الظهور ترحما على أرواح شهدائنا الطاهرة من طرف المجاهدين والسلطات المحلية. تفضل. المجاهدين عم الحاج بكلمة في هذه المناسبة التاريخية العظيمة. طبعا فليتفضل مشكور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بالجميع في هذا الحضور هنا في هذا عين التركي، وهذه يعني راهي سنة كل عام يعني نحيوها. هي أنتاحة يعني عندها ماضي وعندها تاريخ، واليوم التاريخ هذا أصبحنا هنا يصبح كسنة وورد نتلاقاو فيه لهنا ونشوفوا بعضنا بعض ونشوفوا حوالنا، وهذا اللقاء فيها الخير وفيها البركة. وهذا بكري يقولك الشعب الكريم، وهو دليل شعب كريم يعني وفيه الخير، كاين كل واحد وكيفاه، ولكن تكون الرحمة في بعضنا بعض والعز في بعضنا بعض والرضا في بعضنا بعض. وكان المجاهدين الأحرار الشرفاء الأسياد اللي حروا البلاد وحرونا، واليوم هذا الشهداء اللي كانوا يوحدوا في الناس ويكونوا في بعضنا بعض ويلزوا بعضهم بعض وفيهم الرحمة والعز، وارحمنا رب العالمين. إنهم فرنسا ماهمش جايحين، قوة عظيمة، وهذه القوة عظيمة بقوة الله في بعضنا بعض ونعزوا بعضنا بعض. كي نعزوا بعضنا بعض يعزنا ربي سبحانه. وحنا اليوم نقولوا حنا يا الرضا تاعنا ورب العالمين نحجوا ونصلوا ونصوموا، وكاينه حاجه اخرى اللي نبغوا بعضنا بعض ونحبوا بعضنا بعض، يحبنا ربي. حنا كي نقولوا رب العالمين سبحانه ربي حنا شي يدير بينا، نهار اللي نعزوا بعضنا بعض ونقفوا مع بعضنا بعض ونعينوا بعضنا بعض يعيننا ربي. وان شاء الله الاعانه يعني الظاهر راه باين بهذا اللقاء، يا لو كان كاين ناس قلال وفيهم البركه. وبارك الله فيكم، وربي ان شاء الله ينجحنا، وبرب العالمين ان شاء الله هذه البلاد ربي العالمين ان شاء الله يحفظها ويحفظ ربي شافيه ولا صحيح ربي يعافيه، والله يرحم الشهداء والمجد والخلود للشهداء الابرار. امين صحيح. إذا شكرا لسيدي أمين الولائي للمنظمة الولائية للمجاهدين لولاية عين تفلة على هذه الكلمة التي طبعا هي من عمق تاريخنا المجيد، وهي من عمق ناس